السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع سيول مكة والمدينة ومفاجأة الجبل الأخضر في ليبيا. هذا الآن سادس مرة خلال 3 ساعات، سادس مرة. أنت آخر يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أوه إله إلا الله. الله يخارج، الله يخارجنا، الله يخارجنا، الله يستر على عباده. لا إله إلا الله، الله مصيبة هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ارجع يا ولد، ارجع ارجع يا كايل، ارجع 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 يا ولد. لا إله إلا الله، الله يستر على الناس، الله يستر على الناس في هذا المكان. إخواني الكرام، رأينا في مكة سيول يعني تجعل القلب يرتجف والدموع تنزرف من العيون. فالله سبحانه وتعالى يقول: إخواني الكرام، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أمطار وسيول وفيضانات بتأخذ الأخضر واليابس، فواجب علينا أن نرجع إلى الله. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. خلينا هنشوف هل في حاجة تانية في عن المدينة المنورة. بسم الله
الشرع. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله الله ما جعلهم طار بركة يا رب. أبو جمال البروق يا أخوان الآن على مكة المكرمة، بروق ما تفصل ما تفصل، ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله، سبوح رب الملائكة والروح، لا إله إلا الله، أشهد لا إله إلا الله، أشهد لا إله إلا الله، أشهد لا إله إلا الله، ما تفصل يا رجل ما تفصل، لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان. إخواني الكرام، هذه مدينة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المدينة المنورة، فيها مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها مسجد قباء، وفيها أحد، وفيها من الخيرات ما فيها، فاحفظوا هذه النعم بشكر الله سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فبادروا إخواني وأخواتي بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وتجنبوا الفواحش والمنكرات في بلاد الحرمين الشريفين، ولا تنساقوا خلف هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا. فالله سبحانه وتعالى وصف قوم في كتابه العزيز بأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء القوم هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. ولنقرأ بداية سورة، يعني صدر سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. أسأل الله عز وجل أن يقذف في قلوبهم الرعب في كل زمان وفي كل مكان. أقول لكم إخواني: يا من تمسكتم بالقرآن والسنة، لا تضعوا أيديكم مرة في أيدي من اتهموا الله بالبخل، واتهموا الله بالفقر، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تبارك وتعالى في الآية رقم 51 سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. دي الآية رقم 51 من سورة المائدة. الله سبحانه وتعالى يقول في الآية رقم 100 في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط
مستقيم. تمسكوا بالقرآن، تمسكوا بسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن أتينا في علامات الساعة الصغرى اللي هي الأمارات اللي هي الأشراط اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فقد جاء أشراطها، نحاول إن إحنا نكون أصحاب يعني يقين في الله وأصحاب إيمان قوي راسخ، حتى لا يعني نهتز من أجل هذه الفتن. فالفتن كقطع الليل المظلم، أولها شر من آخرها وآخرها شر من أولها. فتوبوا إلى الله إخواني وأخواتي، وكونوا دعاة للهدى، فالله سبحانه وتعالى يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وإياكم، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين، وأن يحفظ مصر وتونس والمغرب والإمارات، وأن يحفظ البحرين وقطر، وأن يحفظ المسلمين في فلسطين وسوريا والعراق وفي كل مكان. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.